السلام عليكم الاخوان الجمعيات، الله يجازيكم بخير. ما تخرجوش اليوم، ما يخرجش كلشي اليوم، ما تخرجوش اليوم، راه توقع كارثه الا خرج كلشي. راه فوق من 20 شخص اتصل بيا، يا جمعيات يا اشخاص مواطنين عاديين، تيقول لي باننا حنا عمرنا الكاميونات وخصنا نخرجوا اليوم، وحنا موظفين ما نقدروش نخرجوا وسط الاسبوع. راه خرج كلشي اليوم، وجا زنزال خفيف، والبارح كنا نازلين من الجبل وجا الزنزال مع 11، راه يجي زنزال بحاله ويتقاش شي واحد، راه لومبيلونس ما عندهاش فين تدخل. الله يجازيكم بخير، راه خصنا ندبروا الامر بعقلانيه وبشويه، وما خصناش نخرجوا كاملين. راه اللي ما خرجش هاد السيمانه يخرج السيمانه الجايه، واللي ما خرجش السيمانه الجايه يخرج السيمانه الاخرى. راه الامور مازال ما توقفش، راه الامور يلا تتقاد بشويه بشويه. راه الامر ديال جلاله الملك يلا تعطى البارح، يعني يلا الامور تتقاد، يلا تدبر الفلوس، يلا تيقادوا الامور ديالهم، يعني باش نعطيو الامور كيف هذاك التوجه الحقيقي ديالها. الله يجازيكم بخير، راه لا مشينا كاملين وصلنا لتما، وما عاد تفرقش المساعدات كيف ما ينبغي، ما عاد لقاوش مين ندوزو لومبيلونس، ما عاد لقاو حتى حاجه، غادا تسد الطريق، غادي نلقاو فيديوهات الناس تيعايروا تيسبوا، يقول لك وصلنا لتما ما لقيناش كيفاش نديرو نفرقوا. البيكوبات اللي تيطلعوا للجبال راهم قلال، واكثريه الناس اللي غاديين ما معاهمش كاع متمكنين في العمل التطوعي والعمل الجمعوي. كيفاش يتعاملوا مع الاطفال؟ كيفاش يبوسوا الاطفال؟ كيفاش الحركات ديالهم تكون في الدواوير؟ كيفاش يتعاملوا مع المستفيد؟ هادشي كاع ما كاين، وهادشي شفناه، وهادشي كارثي. الله يجازيكم بخير الاخوان، خليونا في ديك الصوره المثاليه اللي عطيناها للعالم اننا حنا كفء. الله يجازيكم بخير، ما يجيش شي واحد يخسر لنا المجهود اللي بذلوه المواطنين. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. راه حنا تنهضروا من مصلحتنا ومصلحتكم ومصلحه هذا الوطن. الله يرحم لك الوالدين اخويا، ما بارطاجي باش توصل هذه المعلومه للجمعيات والناس اللي باغين يخرجوا اليوم. راه علاش تنهضر اليوم؟ راه الجمعه بالليل، كلشي باغي يخرج لان السبت والحد ما خدامينش الناس. الله يرحم لك الوالدين، ما بغيناش طرا شي كارثه اكثر من هذه الكارثه اللي طرات ديال الزنزان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.